قالت المفوضية العليا للاجئين إن خفر السواحل الإيطالي أنقذ يومي الخميس والجمعة أكثر من 2600 لاجئ ومهاجر بعد أن اكتظت بهم قوارب خشبية صغيرة إلى أن وصلوا إلى مضيق صقلية الجمعة وفقا لما أعلنه خفر السواحل الإيطالي. وبحسب المنظمة العالمية للهجرة فإن ما يقرب من 3000 مهاجر قضوا أو فقدوا في مياه المتوسط في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ووصل عدد المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا بحرا إلى نحو 80,000 شخص وفقا للمنظمة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقد قتل أو فقد أكثر من 10,000 لاجئ ومهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا منذ العام 2014.